تعليقكم على قرارات مجلس اداره النادي الاهلي والقرارات الجديده اللي اتخذها مجلس النادي الاهلي في الاجتماع الطارئ، اقاله لجنه الحكام واقاله حكم الفار مباراه الاهلي وبارك محمود عاشور، وانه يستكمل الدوري ما يلعبش مباراه الكاس والسوبر، وانه يكمل الدوري بالناشئين. انتوا شايفين القرار ده ايه؟ انا بتكلم مع الناس اللي بتفهم، الجمهور اللي بيشاهدني اهلي او زمالك. بما يرضي الله في انديه كتيره قوي اتظلمت من التحكيم وعاشت سنين مظلومه، مع ذلك ما عملتش القرارات دي. تاني حاجه انا بسالكم سؤال، هو الاهلي لما كان موسيماني موجود كان بيكسب الكل ولا ما كانش بيكسب؟ انا واحد زملكاوي والله العظيم، وعملت فيديو بوست ايدي وش وضهري يوم موسيماني مشي، وعرفت ان الاهلي هيتحط في موقف مش حلو، وان النادي الاهلي هيتعرض لمرحله صعبه جدا جدا. ده اشمعنى التحكيم؟ يعني هو التحكيم كان بيساعد موسيماني، ولما مشي موسيماني مش هيساعده؟ ما موسيماني كان بيكسب كبير، تخينه الصغير ما كانش بيعدي على اي حد بالثلاثات والاربعات، معدي علينا خمسه اللي انا زملكاوي. بس عايزين نتكلم بعقلانيه، انسى بقى انك اهلاوي وانسى انك زملكاوي، تعال نتكلم بالعقل. انتوا شايفين القرار دي صح؟ اقاله لجنه الحكام، ما فيش في الدنيا قال كده يا جدعان، ما فيش حد في الدنيا بيقول الكلام ده. اقاله لجنه الحكام يا عم ليه؟ وغير كده ده انت اكتر نادي في العالم واخد بطولات، لو الحكام بتظلمك ما كنتش خدت ربع البطولات بتاعتك دي. يعني بالعقل كده انت بتظلمني، حلو الكلام، وباخد بطولات. طب ازاي؟ انا لو بظلمك مش هخليك تاخد اي بطوله، هخليك تعيش مضطهد العمر كله. التحكيم معايا 100 بليون عليك، هترد لك 2 3 لعيبه كل ماتش وانت ما بتتكلمش، سهله. حتى لو معاك مارادونا وبيليه و تارديلي والناس اي حد وميسي ورونالدو، هترد لك 2 واحسب عليك كام بلنا، هخسرك، صح ولا لا؟ فبلاش نتفق بقى نقول ايه نظريه المؤامره عن الاهلي، عمره ما شاف مؤامره، عشان نبقى احنا متفقين، عمره ما شاف مؤامره. اه في غلطات، اه في غلطات كتير، في غلطات للتحكيم، كوارث بتحصل اه كتير، ليك وعليك، ليك وعليك. فانا بسال سؤال بس بما يرضي الله، هل بيعقل اكتر نادي في العالم واخد بطولات اكتر نادي مظلوم؟ طب انتوا تبقى معلش انا اسف يعني، طب ايه البطولات اللي ناقصين تاخدوها؟ كاس العالم ولا الكونكاكاف ولا دوري ابطال اوروبا؟ ما انا عايز اعرف انتوا مظلومين ليه؟ يعني انا مظلوم وانا اكتر واحد باخد بطولات؟ اصل مش هتقولي باخدها عافيه، مش سهل. لو انا كتحكيم ضدك هخسرك، هخسرك سهل، كل ماتش هحسب عليك بلن، سهل هطرد لك لعيب، اي قرار هعمل فاولات عليك، هكتفك في الملعب، صح؟ ده لو انا عايز. فبلاش نحط نظريه المؤامره والكلام ده كله، التحكيم بتاعنا النيه صافيه للكل، لكن في اخطاء كارثيه، اه اخطاء بيغلط، اخطاء في كتير، الغلط عليك وفي انديه ثانيه اتظلمت كتير بالتحكيم. التحكيم وارد غلط، لان كل واحد في الاول والاخر هيقابل ربنا، اللي بيغش ده هيقابل ربنا. انت اتحطيت في مكان لازم تكون امين، لازم تكون امين وعندك ضمير وبتراعي ضميرك. بتجامل الاهلي بقى، بتجامل الزمالك، انت ربنا اللي هيحاسبك مش احنا، تمام؟ بس ده السؤال، هل انتوا راضيين على القرارات دي؟ سؤال، لما موسيماني قلنا كان موجود وبيعلم على الكل، ايه اللي حصل بعد موسيماني؟ وليه ما تطلعش الكابتن محمود الخطيب يتحمل هو الخسائر الاخيره دي للنادي الاهلي؟ ليه؟ مشيت موسيماني دلوقتي ليه يا كابتن محمود؟ يعني انت مشيته ليه؟ وعلى اي اساس؟ والراجل هو ولا وقع مع اي حته ولا راح اي حته. الفكره انت اللي مش عايز موسيماني، انت ما الراجل ده كان عايز حاجه انت رفضتها، والميزه اللي عندكم انكم بتكتموا. يعني لو فكروا ان انت مشيت موسيماني ليه؟ وفي لحظه مشيته ليه؟ بعد ما جددت وفسخت العقد معاه ليه؟ والتوقيت ده حلو، هل التوقيت ده يعقل؟ طب ما كنت كملت مع موسيماني يا عم، هل انت موسيماني كان موجود ما كانش فرم الفرق دي كلها؟ ماتش الزمالك الاخير ده كان عمله ازاي؟ ومع العلم ان موسيماني في الماتشات التقيله بيبان، ده موسيماني غسلنا. فانتوا شايفين القرار ده صح؟ اه اطلع قول للحكم اللي غلط اتحاسب حقك. يعني الحكم محمود عاشور ده انا بقولها لك اهو، انا زملكاوي قسم بالله شايفها هدف اكيد لبيرسداو، هدف وبص ومليون شاهد عليه، الدنيا كلها شاهدة على انه ده هدف صحيح. بس هو السؤال، اذا محمود عاشور هو الغلط يطلع الافندي يقول لنا غلط ليه؟ يطلع يقول لنا هل انت شفتها جول ازاي؟ هل عندك تقنيه ما عرضتهاش لينا واحنا جمهور مغيب؟ ما انت برضو بتحط نفسك في شكوك وحاجات غريبه. محمود عاشور قال الحكام لازم في حكام تتعاقب، مش كل ماتش تغلط غلط كبير ونعديها، لا
انا اقول مع الكابتن مع النادي الاهلي اكون معاك، لو انت طلعت تحاسب الحكم ده او اي حكم بيغلط غلط كبير وعليه جدل يطلع يتحاسب مش عيب. لكن لجنه التحكيم كلها لا يا عم، احنا مش هنشكك في الناس كلها. وغير كده انا بقول يا ريت يبقى تحكيم اجنبي، وربنا المعبود تحكيم اجنبي هيريح الكل، والحكام دول يقعدوا في بيوتهم طالما انتوا مش عاجبينه يقعدهم في بيوتهم. ومع احترامي انا معاكم، ما مش ما اجمالي سيء، الاجمالي سيء، بس احنا نكمل لحد ما نكون في تحكيم اجنبي، وكل نادي يعني يدفع من جيبه يجيب له حكام اجانب. بس السؤال تاني، انت بتقول هتنسحب من كاس مصر والسوبر، انت في عقوبات هتتعمل وخلاص كل واحد يتحمل، بس اللي موجوده حاليا يطلعوا رجاله وكل واحد يطلع فيهم ذكر والنادي الاهلي يتعاقب. مش ان انا اتقمص اخد الكره بتاعته واقعد في البيت، اللي بيلعب الكره انا هاخد الكره واقعد، مفيش الكلام ده. ده نظام يمشي على الكل، حقك تنسحب وحق عقبك. حقك تتعرض لعقوبات، عايز تكمل الدوري كامل، ما انت مش قادر بالفرقه الاولى. قلب عليكم بسبب كده، انتوا بس طالعين مش عارفين تراضوا الجماهير ازاي، فعاملين يعني ما انا اسف يعني تصريحات وخلاص، عايزين الناس تمشي وراكم وخلاص، لكن الناس دي لو فكرت انتوا بتعملوا شو؟ انتوا بتعملوا شو؟ النادي الاهلي اكبر من كده يا جماعه، ما ينفعش لو زملكاوي حكموا عقلكم. الكره انا شايفها جول مليون في الميه، بس الحكم لازم يطلع، اما تطلع تورينا اللي انت ما شفتوش وتثبته يا تتعاقب وتقع في البيت، يبقى ليك عقاب. لازم الحكام برضو يتعاقبوا، الحكام لازم يتعاقبوا، مش كل مره اللي تسلم الجره زي ما بيقولوا. لكن انت عايز تكمل الناشئين، تكمل الدوري بالناشئين، هتبقى هتشيل ارقام عمرك ما شلتها، هتشيل ارقام عمرك ما شلتها. وانت شفت الدوره التنشيطيه لما لعبت بالناشئين انت عملت ايه؟ خسرت من مين؟ انت الاهلي عايز تكمل بالناشئين كمل، بس في ارقام هتتحط عليك، في ارقام هتقال الاهلي خسر 5 و6 وهيخسر، تمام؟ فانا بقول لكم اهو، هل انتم مع قرارات مجلس اداره النادي الاهلي؟ وهل دي شماعه على اخطاء الكابتن محمود الخطيب؟ هل بيداري مع احترامي الشديد القرار اللي اتخذه ان رحيل موسيماني التوقيت ما كانش مناسب؟ انا احمد الناس بقول وربنا اول ما موسيماني مشي انا قلت كده، لانه كان الراجل ده بيعلم علينا وفي ماتشات تقيله كان موجود، وموسيماني عمل ارقام حلوه، ارقام تقيله. ولازم تعرفوا ان في الدنيا في حاجه اسمها مكسب وخساره، مش مكسب بس، الكوره مكسب وخساره. اللي انتوا بتعملوه ده في دماغ الناس بتجننوهم، هم قلبوا عليكم. ما انت بتربي حاجات في دماغ الجمهور هيقلب عليك. وده اول الاهلي ما تحملش ماتشين واللعيبه بتتشتم ومجلس اداره بيتشتم وكله بيتشتم والخطيب بيتشتم. انتوا اللي عملتوا كده، انتوا ما عندكوش ثقافه المكسب والخساره. بخسر يبقى مؤامره، بكسب يبقى عدل. هو فعلا انا بتحمل الخسائر دي، لكن تشمع بقى المؤامره وتلبس الناس وتمشي الناس توجههم ان تحكيم ومش تحكيم. عايز يا عم ده انت خسران، ما انت بس اسال سؤال، انت بتقول خسران الماتش اللي فات نقطه معاك، طب واللي حصل فيت من الزمالك والشوط الاول اللي كان هيحصل 6 برضه التحكيم؟ لما خسرت من بيراميدز برضه التحكيم؟ لما علي معلول غلط قدام شيكابالا وغلط في ماتش بيراميدز برضه التحكيم؟ ولما الاخطاء الكارثيه في شناوي اللي في هنا واللي خسرها هنا برضه التحكيم؟ فمش عايزين كل حاجه نقول التحكيم. اه في اخطاء، في اخطاء، والحكم لازم يتعاقب، لازم يتعاقب. الماتش اقل يتعادل، تطلب الماتش يتعادل لو النتيجه اثرت او الخطا اثر على نتيجه المباراه، لا الماتش يتعادل، اعاده المباراه انا معاك فيها، اطلع واطلب الماتش يتعادل. لكن لا انا هاخد واخد الكره اقعد في البيت واتقمص حبيب ماما، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. الكرة لا مفيش الكلام ده، ما بتحصلش في اي بلد. لجنه الحكام واتقمص واقعد في البيت واخد الكرة، والله لو اللي عملش كده انا مش نازل. لا يا عم ما تنزلش، خليك في البيت، ايه المشكله يا عم انت؟ بس لما يبقى في رجاله يقولوا لك كده، لما يبقى ناس ماسكه الكوره في مصر يطلعوا لك رجاله. انت الماتش حاله محمود عاشور، انا واحد من الناس والله العظيم ما بطيقه قسما بالله، حكم كئيب، وفي حكام نور الدين وفي حكام كابه في مصر المفروض يتشالوا يقعدوا في البيت، انا معاك. بس انت طلعت يا محمود عاشور شفت الكرة مش بيلن، هل انت عندك الزوم ولا الفيمتو ثانيه ولا الكاميرا ولا زاويه ثانيه انت شفتها؟ اعرضوها للناس، لكن ما تطلعش تقول مصر شايفه الكرة كلها جول وانت تقول مش جول، يبقى في حاجه غلط. لازم يتحاسب، يا اما يطلع يورينا اللي شافه واحنا ما شفناهوش. لكن اللي بيحصل ده مسخره، ما بيحصلش في الدنيا كلها، اللي بيحصل عندنا في مصر. المهم مش هطول، النهارده ماتش جامد جدا، انا شايفه ماتش صعب جدا للزمالك، الزمالك والجونه. الجونه الطامح انه يبقى عايز يفوز عشان يكمل في الدوري، والزمالك عايز يكسب عشان خلاص يقرب من الدوري، الدوري لسه في الملعب. الجونه النهارده ماتش صعب، الجونه بيلعب على 3 نقاط ومهم انه يكسبه، والجونه رخم على ملعبه.
المباراه صعبه جدا، هنحلل المباراه بعد ان شاء الله، المباراه بعد انتهائها ان شاء الله. اذا عجبك الفيديو لايك وشير، وعايز رايكم بما يرضي الله، بما يرضي الله، هل انتم راضيين على القرار دي ولا قرار بس للشو؟ سلام عليكم.